عمري لا معلش ما يشتهيك اعطيني انا اعطيه ام امينه ما اتفضل يا حبيبي ما اشرب يا بعد عمري هني 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 اوه ماي جاد اقعد في بيت محلك ورايح هنا ها رايح وين انا اللي بطل الباب خليك قاعد هنا في اللي حيفتح الباب يبا يبا شلونك شلونك ولا انا عليك وايد وايد ها انت منو انا بنتك بنتي انا اوه كمان انا متى تزوجت علشان تجيني بنت كبرك انت ها اوه ماي جاد اوه ماي جاد ماي جاد سواها فيني عتيج انا بستخف بموت بدش المنجة يما 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 شفت شلون ابوي ما يعرفني؟ بص 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 لا تقولي لابوي لا تقولي لابوي بص انا ما اعرف احد وما تزوجت احد ها تبرى من ظنك الجاسي؟ شنو جاسي؟ ها انا مو جاسي انا ما اعرفكم ما اعرفكم بعدين انت لا تقولي لابوي مره ثانيه ها انا ما اعرفكم ما اعرف احد او ماي جاد ماي جاد انا بستخف بموت بشقق هدومي الحق علي يا كيكي عتيجة بيذبحني قام يدز علي هالي يقول عيالي أرجوك أرجوك بليز أنا مالي غيرك ارحم فؤادي ارحم دموعي أبي فوق الشجرة أرجوك أرجوك يبا أرجوك يا كيكي بليز يا كيكي أنا ما أدري هذا الشيء بيسوي فيني أرجوك توقف عند حد أرجوك وبعدين أنت يا كيكي ما سويت لي شيء ما سويت لي شيء ما سويت لي شيء أسوي لك أسوي لك أسوي لك بس أنت هدأ أعصابك وكل شيء يزول ان شاء الله كمان متى يزول انا مليت من الحكي شبعت من الحكي انا ما ابي جول ابي فعل ابي اكشن فعل فعل في فعل في فعل بس الحقيقه اللي انا فهمته من قضيتك انك ما راح توصل لنتيجه هاو شلون اقول لك انا شلون اول شيء انت غلطت غلطه كبيره يوم انك اعطيت الوكاله القانون معاه وانت ما تقدر تحجه باي شيء بس انت انسان خير وطيب وحنا علشان نوقف المشاكل عند حدها لازم نتخذ حل جذري اوكي جذري صحني بس خلصوني منه بليز اول شيء لازم تطلق حريمك كلهم حتى نورة اولهم نورة اوكي لكن انا نورة احبها يا دكتور خميس شلك بالحب وخلك واقعي نورة تحب عتيج وعتيج يحبها وكل المشاكل اللي تيك من عتيج والسبة نورة او ماي جاد نورة عذراء الصحراء نورة دانة في قعر البحار تمشكلني انا يا للألم يا للندم الحقيقة اللي انا سمعته ان عتيج راح يمشكلك مع الحكومة ويمكن يدششك السجن وانت ما تدري او نو بليز بليز لا لا انا ما خلقت للسجن انا خلقت للبحار للاشجار للازهار شوف يبا عتيج هذا انسان بايع ومخلص وانا الحقيقه حاولت اني اوقفه عند حده لكن ما قدرت او ماي جاد والحل الحل مثل ما قلت لك في البدايه طلق حريمك اذا ما تبي تدش السجن اوه نو نو اطلق اطلق انا ما بالحبس ما بالسجن الحبس ليس مذهبي وليس فيه طرق